نظم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مؤتمرا صحفيا عن مشاركة المجلس في معرض الشارقة الدولي للكتاب في الدورة 35. إلى التفاصيل. المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة كشف عن حجم وأهداف ومشاركة المجلس الاستشاري للمرة الثانية في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 35، تعزيزاً لمبادرة المجلس الاستشاري من خلال نشر ثقافة القراءة ونشر المعرفة البرلمانية في دولة الإمارات. أدوار المجلس الاستشاري الرقابي والتشريعي ووجودنا هناك خلال الموظفين أو الأعضاء للرد على أي استفسارات قد ترد من الجمهور. سبق أن شاركنا في المعرض رقم 33، كانت التجربة يعني نقول نحن التجربة الأولى، أما هذه التجربة وسعنا في المقر اللي سيستضيفه المجلس الاستشاري ومستوحاة من قاعة المجلس، وإن شاء الله بتكون في إصدارات جديدة من المجلس ضفنا عليها. جناح المجلس في معرض الشارقة الدولي للكتاب يمثل موقعا ثقافيا برلمانيا يتيح اللقاء بين أعضاء وعضوات المجلس والجمهور ليعرف بالمجلس كوجهة برلمانية في إمارة الشارقة، ويبرز رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من إرساء قواعد الشورى كسمت مؤسسي في إمارة الشارقة. خلال المعرض سيتم تعريف الجمهور بإصدارات المجلس واللي هي خواطر برلمانية، عندنا التقرير السنوي، عندنا المجلة الإلكترونية اللي طبعناها طباعة لتعرفها بالجمهور. مشاركة المجلس هذا العام ليست حصريا في بيان إصدارات المجلس المتنوعة، بل من خلال زخم اللقاءات والمنتديات والمشاركات التي سينظمها المجلس في جناحه من خلال تواجد كافة الأعضاء والعضوات السابقين والحاليين منذ إنشاء المجلس على مدى 17 عاما، وبيان أدوار المجلس ودوره الرقابي والتشريعي وإتاحة التواصل المباشر بين المجلس والجمهور بجانب استقبال المقترحات والآراء طوال أيام المعرض. تعد هذه المشاركة الثانية للمجلس الاستشاري في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 35، والتي تهدف لنشر العلم والقراءة بالإضافة لتعريف بثقافة السياسة البرلمانية. لأخبار الدار، هدى سالم، المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.